خلينا نختم مع حضرتك جولتنا في صحافة النهاردة ونروح للشأن العالمي، حيث قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أمس إن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل هذا النوع من الذخائر إلى القوات الأوكرانية. وأكد فاليري تشيرشن قائد منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا في تقرير لشبكة CNN ورد فيه إن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية لكن لم تستخدمها بعد. وقال للتلفزيون الأوكراني إن الذخائر العنقودية في أيدي قواتنا الدفاعية لكنه لم يخط في أي تفاصيل. وأعلنت أوكرانيا أمس أنها أسقطت 20 مسيرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد لليلة الثالثة على التوالي. أستاذ علي، إحنا يوم السبت اللي فات تابعنا إعلان من قبل جو بايدن والولايات المتحدة الأمريكية بدعم أوكرانيا بقنابل عنقودية، في حين أن هذه القنابل نعلم جيدا والجميع يعلم أنها محرمة دوليا، هناك 120 حوالي 120 دولة يحرموها دوليا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى لم توقع على تحريم هذه القنابل. طبعا هذه القنابل يعني تأثيرها واسع النطاق ومدمر وشامل، وعلشان كده بنقول أنها خطيرة. فهل من الممكن أن يكون يعني إمداد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة الخطيرة جدا والمحرمة دوليا هو فصل جديد من تصعيد الحرب والأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟ هو شوف حضرتك، هناك تهديد متبادل باستخدام أسلحة محرمة دوليا في هذه الأزمة بالغة الخطورة من كلا الجانبين، وكل منهما له من يؤيد ويسانده أيضا. لكن في الحقيقة لم يلوح في الأفق أي أمل قريب لإيجاد حل لهذه الأزمة. الأمم المتحدة حتى الآن فشلت في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة أو لوقف الاقتتال المتبادل بينهما، لكن التصعيد الخطير ما زال مستمرا، التهديد المتواصل للأمن والسلم الدوليين ما زال قائما، وأخطر ما في هذا الأمر هو تهديد أو الإضرار بالفعل بالأمن الغذائي العالمي إذا ما علمنا أن، وأيضا ما أثرت طبعا على الطاقة بدون شك، لكن الأمن الغذائي في المقام الأول إذا ما علمنا أن جانبا كبيرا من أسباب ارتفاع الغذاء حول العالم يعود إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، إذا ما علمنا أن جانبا كبيرا وهاما من السلع الاستراتيجية التي تصل إلى العديد من دول العالم وفي مقدمة هذه السلع القمح والأرز وكلاهما يعني رقم أساسي واحد في الغذاء لكل شعوب العالم تقريبا، فده أثر تأثير سلبي على الغذاء، أثر تأثير سلبي على الأمن والسلم الدوليين، أثر تأثير سلبي على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، على أي شيء حول العالم يتم تصديره، لأن معدلات تأمين السفن وهذه الأشياء ارتفعت ارتفاعا باهظا، زيادة أسعار البترول والمنتجات البترولية، كل هذه الأمور ألحقت أضرارا بالغة باقتصاديات دول العالم. لكن للأسف الشديد لم يلوح في الأفق حتى الآن بادرة أمل في إمكانية وقف هذه الحرب في القريب. نتمنى أن يصغوا إلى صوت العقل الذي يصدر من عدد من دول العالم التي تقف موقفا محايدا، ومن بينها مصر التي لا تألو جهدا في السعي مع الأطراف الدولية من أجل العمل على إيجاد حل سلمي وحل سياسي لهذه الأزمة ووقف هذا الاحتراب ووقف تداعياته وآثاره السلبية على العالم أجمع. يعني نأمل ذلك أستاذ علي، وأن تنجح كل الجهود الوسيطة في التوصل لحل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن هناك تهديد من قبل أوكرانيا باستخدام القنابل العنقودية، يعني في المقابل هناك تهديد من قبل روسيا باستخدام الأسلحة النووية، والعالم يقف متحيرا بين هذه التهديدات لأن كلنا متأثرين. فنرجو إن شاء الله الأمن والسلام للعالم أجمع. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم. شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، نورتنا يا فندم وأسعدتنا بوجود حضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. شكرك أستاذ علي. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة الجمعة، لكن لسه مستمرين مع حضرتكم في فقرتنا، ولكن بعد هذا الفاصل.